السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مجددا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده. اليوم كيف كتشوفوا معايا من بي مباشره غنشارك معكم ان شاء الله هاد العروض اللي كاينين بالاسمنه ديال كل حاجه. كيف كتشوفوا معايا ومعينات زوينين، عروض غزاله بدايه بهاد البلاك ديال الغاز، صفيحه ديال الغاز. المهم هادو مسدودين، ما لقيتش كيفاش ندير نحل، نوريهم لكم ب 599. هادوك اللي كيجيو بلا ديال الغاز 599 درهم. كاين هاد الشبيكات كيف كتشوفوا معايا ب 74 درهم ديال الخبز. كاين هاد البول هذا ديال بالشبيكة ديالو ب 17 درهم، بحال الصفاي بالبانيو ديالو. كاين هاد الطاسات، كاين مجموع ديال الطاسات صراحة بزاف حاطين هاد الأي هاد اليوم هذا 29 24 على حسب كل واحد. كاين هاد الطبيصلات كيف كتشوفوا معايا غزالين. كاين واحد مجموعة معروف على بهم كيديروا مجموعة ديال هكا طباصل، كاين 29 17، بزاف ديال هذا. كاين الصغار، كاين زلايف هكا ب 6 دراهم. كاين هاد الطبيصلات هادو الكبار ب 19 درهم. المهم بزاف ديال الانواع، كاين الطوال والمربعين والدايرين الصغار. المهم نفس الكوليكسيون، كاين هادو فيهم الكبار والصغار والمويان حتى هما 44 29، كنظن حتى 19 الكبار والصغار والمويان. كاين هاد ديال الحريرة هادي ب 89 درهم، وكاين هاد بحال البانيوات ديال الانوكس حتى هما فيهم الكبار والصغار 59 69، فيهم حتى المويان. المهم 59 69 تقريبا شي 29 ولا 39 داك الصغير. المهم هذا الكبير 69 درهم. وكاين هاد العلاقة هادي فيها هاد بحال هادو ديال القهوة ب 174، كيجي الديكور ديالها زوين هكا في لاكويزين. نتوما تشوفوا الشكل ديال هادو ديال القهوة، هذا هو الشكل ديالها، كتجي هكا في الكوزينة. وخا الثمن ديالها صراحة بان لي طالع 174 درهم بزاف. المهم كاين هكا كيف كتشوفوا معايا مجموعة ديال الطاسات بزاف ديال، كتلقى ثلاثة في ب 29 درهم، الكبير والصغير والمويان. كاين هادو، كاين دوك الكاريين، وكاين المربعين كيف كتشوفوا معايا. هذه هي ديال هاد السوبياغ، هادي 89 درهم. هادو الزليفات اللي شفتو معايا. المهم بزاف ديال الاشياء، كاين حتى حويجات من الجمعات اللي فايتين. كاين هادي بحال ديال الخبز ب 19 درهم، هادي هي ديال الخبز اللي جابو اليوم الجمعه ب 74 درهم، فيها هكا داك المنديل ديالها لاصق فيها. كاين هاد المجموعه هادي كتجي بحال شبيكه وفيها هاد الكيسان، حتى هما كاينين. هادو كنظن كانوا في السيمانه اللي فاتت ماشي ديال هاد السيمانه. ممكن تشوفوا معايا، كنشارك معكم اهم الاشياء اللي بقى هنا من بيم، منها اللي حطوا هاد الجمعه هادي ومنها اللي ديجا كانوا. هادو مش الشبيكات اللي كنشارك معكم الشكل ديالهم ب 17 درهم. هادو مطاسات المربعين، هادو فيهم 5 ب 24 درهم، مويان ما صغار ما كبار. كاين هاد السوبياغ، حتى هي كانت هادي في السيمانه اللي فاتت، هادي كلها زاج وفيها المخرفه ديالها وفيها داك الحديده ديالها من التحت اللي كتجي هكا واقفه عليها. كاين هاد لاشواغ، حتى هي كانت ب 150 درهم. فخيتوز حتى هي كانت ب 219 درهم. هادو ديجا الاواني اللي متبقيه في بيم. هاد لامارك ديال كيوي، وكاين الكوكوت اللي ديجا كانت حتى هي شي 300 كنظن و19 ولا 349 ديال الانوكس. كاين هادي ديال لي كريب شي 39 درهم.
المهم هادوما الطاسات حتى هما، المهم بزاف ديال الانواع ديال الطاسات اللي كاينين. كاينه حتى هذه زوينه، هذه بالنسبه لها هكا فاش كنصايبو كيكه ولا هذا كديري التراب وباش ما يطيرش لك داكشي. كاين واحد الغلاقه الوسط كتشوف معايا كتسد كتخدمي باش ديك داكشي الخليط اللي كتكون ما كيكونش كيطير فاش كنديرو داك الخلاط الكهربائي اليدوي. كاين هاد المقلات الكهربائيه هذه ديال الفريت ولا ديال مهم النوغات، حتى هي باقا بزاف ديال الحويجات هكا باقا من بيم ديال الاسبوع اللي فات. كاين هذيك البرمه كنظن 200 درهم، هاد الطراب هذا، مهم بزاف ديال الاشياء اللي باقا. حاولت نشارك معكم هكا لو ماكسيموم باش تشوفوا مباشره ان شاء الله الحويجات اللي باقين. كاين هاد المغرفات هادو، المهم هادو تا هما كانوا السيمانه اللي فاتت. كاينه هادي ديال كنبخرو بيها الخضره بشي 300 درهم كنظن. المهم بزاف ديال الاشياء موجوده هكا في بيم وباقه مقلات كهربائيه هاد النوع هذا. كاين كان فيها البيض والكحل، هذا هو الشكل ديالها. وكاين المكياج اللي كانوا ديجا حطوه نهار الثلاث كنشاركته معكم، ديجا شاركت معكم غير كصور. دابا ان شاء الله نشوفوه مباشره كيف كتشوفوا معايا الاثمنه ديال كل حاجه. دي باليت، مهم لي جلوس كاين 54 درهم، المزيلهالات السوداء ب29 درهم، البرايمر ب49 درهم، مجموعه دايره حتى ديال الرجال كاينه ليكرون سولير ب60 درهم. بزاف ديال الاشياء هكا من المكياج ولا مهم مواد التجميل كيف كتشوفوا معايا. كاين لا مارك فلور مارو بورجوا، معروفين زوينين. المهم كنشارك معكم هكا بالنسبه للناس اللي عندهم اهتمام. كاين هاد هادي ليكرون كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها، زوينه هادي ديال نيفيا ب69 درهم. المهم كيف كتشوفوا معايا بزاف كاين لي باليت، هادي هايلايت، كاين بزاف ديال الحويجات هكا زوينين. والاسمنه ديالهم كيف شفتوا معايا كيتراوحوا ما بين 29 39 69 من كل حاجه والثمن ديالها. هذا الكونسيلر، مهم بزاف ديال الحويجات. مهم كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. حاولت هكا نشارك معكم لو ماكسيموم ديال الحويجات اللي كاينه في بيم بالنسبه للناس اللي عندهم اهتمام. هذه ماسكارا بشي 49، هادي بيبي كريم شي 59 على ما اظن. كاين هاد لاصيغ ب10 دراهم. مهم بزاف ديال الحويجات، شاركت معكم لو ماكسيموم كيف قلت لكم باش هكا الناس اللي عندهم اهتمام ولا هذا واللي ما وصلش البيم ما كتبش يمشي ليه هاد النهار يشوف هكا اهم الاشياء اللي كاينه. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. في الاخير كنقول لكم شكرا للمشاهده، ما تبخلوش عليا بلي لايك وكومونتير. بالنسبه للناس جداد كنقول لكم مرحبا بكم معايا في القناه، دائما كنحاول نقدم ونقرب لكم اهم الاشياء من اهم المحلات التجاريه الكبرى. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله، وشكرا.